السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله. فيضان وادي ضلع اليوم في آخر شهر أغسطس عام 2023، وودي أتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا. معاييرنا أو الصورة الذهنية اللي حاطينها في روسنا حنيا الخليجيين في الزواج، وقارنها بواحد وافد عندنا مثلا نقول بنغالي، إيش معاييره للزواج؟ موجود بيننا في نفس المكان، في نفس المدينة، في نفس الحارة. حنا الولد يدري يتزوج ولا البنت جاي تتزوج، في راسه القصر اللي شافه من الفلاني والسيارة والكعب، والله يعزكم جزمة العريس أبو 600 وبألف الفوكس، والساعة المدري إيش، وجوال أبو 6000، وغرفة النوم الفارهة، وا 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 كل اللي شافه في الأفلام يبغى يطبقه في الزواج. والبنت المسكينة تبغى هذا الفارس الأحلام تركب على ظهره ويحقق لها كل هذه الأحلام. ترى كلها خراط، ما في واحد انولده في أمه ملعقة من ذهب، اللي تشوفه في الأفلام وكل الأفلام شحاتين قاعدة تعطيهم شركات هذه الأشياء عشان يغيروا الصورة الذهنية، على أساس يأخرون الزواج، على أساس فترة زهرة حياتكم تروح. هذا البنغالي اللي عندنا في الحارة درس في المدرسة عادي، ما عنده ذيك الطموحات العالية اللي رسمتها الأفلام في روسنا. جمع له إمام مسجد 1000، كان راتبه 1500، جمع له قرشين، لقى بنت حلال بنغالية في الحارة شغالة، أو بنت عمه أو بنت خاله، صلحوا الزواج على نقول ذبيحة. حنا 40 ذبيحة، يعني حنا احتاجنا نشتغل 40 سنة إذا هو اشترى سنة واحدة. فتجد عمره 24-25 استطاع أنه يجمع القرشين حقته. هي رضيت بسوارة قيمتها 800 ريال وعملوا عشاهم، وراح الغرفة حقته اللي فيها حمام، فراش على الأرض، عاش، استمتع، أخذ الجعل الذي أهداه الله له وشبع منها وشبعت منه، وقعدوا ثلاث سنوات مبسوطين يأكلون عيش ورز وحاجات، ما مات زينا، حي، ما عنده سكر ولا عنده ضغط ولا عنده أي حاجة. وبعد 4 سنوات حملت الحرمة وجابت له ذاك الولد الصغير، وبرضه لبسوا زي ما نلبس أولادنا، وعاش ولدنا بعد 30 سنة قدر يجيب سيارة تكسيت ويبني له شقة كويسة، ويبدأ بعد يوم وصل سنه 40 يتأهل للزواج، وهي قد وصلت عمرها 35، زهرتها قد انطفت بس بالمكياج وبالخراط اللي قاعده تحط على وجهها عشان تتجمل كانها باقي بنت، وهي صالحه زوج عمرها 15-14-13، فوتت نصف حياتها عشان تنتظر هذا الفارس، وهو مديون بسيارات ومديون. البنغالي عاش 20 سنه حياه سعيده، وهذا قاعد يكدح، وهي قاعده في مراره، وتدخل في مغامرات حب، وتدخل في وسائل تواصل واستغلال، وتدخل في حالات نفسيه واكتئاب واشياء ما نتخيلها بسبب الصور الذهنية اللي صنعتها الأفلام عشان يكسبون التجار، بسبب عاداتنا وتقاليدنا الغلط. أنا زوجت ولدي وجاء عدد كبير، معني ما دعيت أحد، لكن كنت متوقع لأن معي معارف ذبحنا 20، يمكن كفت حوالي 500، والحريم مدري كم 200، والحمد لله فاض اللي فاض وبقي اللي بقي، وقسمنا اللي بقي، واعتبرها غلطة لأني إيش، ناس يعرفوني، لو ما في ناس يعرفوني عملنا زواج مختصر له البنت وأهل الولد، وعيشته عندي في البيت، وأعطته غرفة ومطبخ وحمام في البيت، وأكله من أكلنا، وهي ما توظفت قاعدة تساعد أمها اللي هي زوجتي، وبنتي لو زوجت عند فلان راحت عندهم بيتهم، والصور الذهنية والخراط والأفلام وغرف النوم وطاولة الطعام والميكروويف وواي وهاي وشهر العسل 30,000، ولازم مدري إيه، ولازم الشوكة الفلانية، كل الخراط هذا راح ينهي حياتك وينهي حياتها، ويجعلكم في أمراض نفسية عشان تمثلون قدام الناس. هذه لقطة بسيطة ودي تفكرون فيها شوي.